هنعمل دلوقتي الوصفة الثانية الخطيرة. هنعمل تشيكن ستريبس لذيذة جدا واسهل حاجة، يعني اسهل طريقة، وتطلع برضه معاكي مقرمشة وفي الانجاز كده. ايه بقى؟ بصوا يا شباب، انا معايا اوراك من الفراخ، انا بحب الوراك قوي، اسهل واطرى والذ وبتستوي بسرعه، لكن ده مش معناه ان انا هحجر على اراء الاخرين. اللي بيحب الصدور مفيش مشكله، اللي عايز كده او كده براحتكم. انا عندي الاوراك ومتقطعه شرايح كده طويله يعني تخينه سنه، تمام. هنتبلها ازاي بقى؟ هنحط لها ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره حلوه من الصويا صوص، معلقه من معجون صلصه الطماطم بس تكون معلقه صغيره، تمام. هنحط رشه بابريكا، فص ثوم مفروم واحد بس، برده رشه من الجنزبيل البودره. هنحتاج بيضه او ممكن بيضتين حسب بقى الكميه، تمام، مخفوقين على الفراخ برده. وهنحط برده زبادي تقريبا نص كوبايه، يعني معلقتين كبار من الزبادي، تمام. وهنحط التتبيله دي كده كلها في الفراخ، ونحضر في طبق تاني دقيق، كوبايه دقيق عليها ملح وفلفل، ثوم بودره، بصل بودره، بابريكا، زعتر جاف، ممكن كمان نحط عليها معلقه كبيره من النشا، ونركنها كده على جنب عشان بعد ما الفراخ نحطها في التتبيله نطلعها على الدقيق اللي فيه نشا ونحمرها في الزيت وبس. خلاص شفتوا بقى، سهله جدا جدا، ما فيهاش ابدا اي حاجه. هنحط الزبادي، هنحط الصويا صوص والثوم، فص ثوم واحد بس، رشة شطة خفيفة خالص لو تحبوا يعني بس كده، وبابريكا، معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم، تمام. هنحط كمان ايه، الجنزبيل رشة مش كتير، تمام، ملح وفلفل، ملح وفلفل، قلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. بالشكل الحلو ده، ومعايا بيضة واحدة، هاخد بيضة واحدة على الخليط ده كده، بيضة برضو كده، ايه، نقلبها كده مع الخليط. وناخد الفراخ بقى نحطها في التتبيلة كده اهو، شرايح وراك الفراخ، او ممكن زي ما اتفقنا نستبدلها بالصدور مفيش مشكلة. وهنطلع بولة تانية كده حلوة هنا، هنحط فيها الدقيق، وهنحط فيها رشة الملح والفلفل، ملح فلفل، هنحط بصل باودر وتوم باودر كده، بصل باودر وتوم باودر وزعتر، وكمان نشا معلقه كبيره كده بس من النشا. نقلب الخلطه الحلوه دي كده مع بعض، وناخد بقى من الفراخ الحلوه دي في التتبيله كده على الدقيق على طول. بصوا كده، وناخدها كده نحطها، محتاجين بس ندخلها التلاجة يعني مثلا 20 دقيقة ولا حاجة قبل ما نحمرها في الزيت. نطلعها من التتبيلة على خلطة الدقيق بالنشا والزعتر والبصل الباودر والثوم الباودر والملح والفلفل كده اهو. نحضرها هنا كده في الطبق، ونعمل كل الكمية بهذا الشكل الظريف. بعد بقى ما بتخرج من التلاجة تاخد لها ربع ساعة مثلا، يعني 10 دقايق يعني، حاولي كده تخليها ايه، تاخد فرصة بس انها تدخل التلاجة تريح وتتماسك اكتر وتبقى ظريفة قبل ما نحمرها على طول. وانا معايا هنا اهو كانوا في التلاجة، والزيت ان شاء الله يكون سخن يا مسهل. نحط كده في الزيت، لسه الزيت محتاج يسخن شوية. هنحط الفراخ الحلوة دي كده اهو بالشكل ده اهو، هتتحمر بقى وتاخد لون وهتبقى كرانشي، لان احنا كمان حاطين نشا مع الدقيق، هتطلع حلوه جدا جدا جدا، تحفه، هتعجب العيال قوي، تحفه. هتلاقوها كرانشي، الفراخ هتلاقوها مستويه لان هي اوراك، وبصوا اللون اللي هي واخداها ده بسبب التتبيله اللي احنا عملناها فيها، اللي فيها صويا صوص وصلصه طماطم، فمخليه لونها كده ايه، يعني كرانشي كده، وواخد لون محمر شويه.